هدية لأختي. في متجر اللعب قالت: يا سمين انظري ماما، ما أجمل هذا الأرنب. قالت البائعة: هذا الأرنب يشتغل بدون بطارية، خذي المفتاح جربي. دورت ياسمين المفتاح، وضعت الأرنب على الأرض، أخذ ينط ويحرك رأسه وذنبه. فرحت ياسمين، قالت للبائعة: من فضلك ضعيه في صندوقه وغلفيه بورق مزين، سأشتريه هدية لأختي الصغيرة. في متجر اللعب قالت: يا سمين انظري ماما، ما أجمل هذا الأرنب. قالت البائعة: هذا الأرنب يشتغل بدون بطارية، خذي المفتاح جربي. دورت ياسمين المفتاح، وضعت الأرنب على الأرض، أخذ ينط ويحرك رأسه. فرحت ياسمين، قالت للبائعة: من فضلك ضعيه في صندوقه وغلفيه بورق مزين، سأشتريه هدية لأختي الصغيرة. أشرح. أضع علامة في أمام الشرح المناسب. ينط، ينط، يقفز، يقفز. ذناب، ذناب. ذيل، أركب في جملة. أرنب، يقفز أرنب فوق العشب. هدية، اشتريت هدية لأخي بمناسبة عيد ميلاده. أفهم، أجيب. ماذا قالت البائعة؟ قالت البائعة: هذا الأرنب يشتغل بدون بطارية، خذي المفتاح جربي. ماذا قالت ياسمين للبائعة؟
قالت للبائعة من فضلك ضعيه في صندوقه وغلفيه بورق مزين، سأشتريه هدية لأختي الصغيرة. لمن ستقدم يا سمين الهدية؟ ستشتري يا سمين الهدية لأختها الصغيرة. أرتب الجمل وأبني فقرة. دورت يا سمين المفتاح وضعت الأرنب على الأرض. نط الأرنب وحرك رأسه وذنبه. أفكر أذكر مناسبة أقدم فيها هدية. أقدم هدية في مناسبة عيد ميلاد أخي. أقدم هدية في زفاف أحد أصدقاء أخي. أقدم هدية بمناسبة نجاح صديقي. أكتب تبان بثينة خديجة أرجوحة. شخصت خولة تمثيلية ناجحة. شخصت خولة تمثيلية ناجحة. أقرأ على مسمع أحد أفراد أسرتي. أسافر مع أبي وأمي وأخي وأختي إلى إفران. نأخذ صورا
أمام تمثال أسد، ونشرب كؤوس الشاي بين أغصان الشجر، وفي المساء نعود إلى دارنا. أسافر أبي أمي إفران، نأخذ كؤوس، أقرأ على مسمع أحد أفراد أسرتي. أسافر مع أبي وأمي وأخي وأختي إلى إفران، نأخذ صورا أمام تمثال أسد، ونشرب كؤوس الشاي بين أغصان الشجر، وفي المساء نعود إلى دارنا. أسافر أبي أمي إفران، نأخذ كؤوس المساء، أسبح مع أخي في ماء البحر، ألعب مع أخي في شاطئ البحر، آكل مع أخي في شاطئ البحر، إذن ماذا أفعل مع أخي؟ ماذا أفعل؟ ألعب مع أخي في شاطئ البحر، ألعب مع أخي في شاطئ البحر، أنقل في دفتري، على دفتري أ أو إي أون، أ أو إي أون، أسد، فأس، لؤلؤ، دافئ. أنقل الجملة التالية: أنا أحب هدوء الشاطئ، أركب جملة من كل مجموعة: إجاصا وتفاحا أكلت. ماذا سنقول؟ أكلت إجاصا وتفاحا، أكلت إجاصا وتفاحا.
كأسا شربت الماء من كأسا شربت الماء من ماذا سنقول؟ شربت كأسا كأسا من الماء شربت كأسا من الماء أقرأ جملتين وأضع بينهما واو، سنجمع الجملتين في جملة واحدة. أكلت إجاصا إجاصا وتفاحا و شربت كأسا من الماء